بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأحزاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الأحزاب وهي مدنية. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب رضي الله عنه: كأي تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأي تعدها؟ قال: قلت 73 آية. فقال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عليم حكيم. قال: ورواه النسائي من وجه آخر عن عاصم وهو ابن أبي النجود، وهو ابن بهدلة، اللي هو الإمام عاصم أحد القراء السبعة الذي نقرأ بقراءته به، يعني عاصم، عن زر ابن حبيش التابعي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: وهذا إسناد حسن. الإمام ابن كثير رحمه الله يحكم على هذا الإسناد. قال: وهذا إسناد حسن، وهذا يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا، والله أعلم. طبعا قضية النسخ يعني من القضايا التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ويؤمنون بها، ودل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء عز وجل. والنسخ على أنواع من القرآن: ما نسخ لفظه أو يعني رسمه وحكمه، ومنه ما نسخ رسمه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي رسمه. من القرآن ما نسخ حكمه وبقي رسمه، أو نسخ الرسم وبقي الحكم، أو نسخ الرسم والحكم معا. معنى الرسم يعني التلاوة. فمن القرآن ما نسخ حكمه ولكن بقي رسمه، يعني بقي متلوا، الآيات بقيت متلوة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن رفع العمل بحكمها، فهذا يقال فيه نسخ حكمه وبقي رسمه. مثلا قضية وجوب المصابرة، إذا كان الأعداء 10 أمثال فنسخ ذلك بمصابرة المثلين فقط، ورفع الوجوب عما زاد عن المثلين. فما زلنا في تفسير سورة الأحزاب من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وذكرنا الحديث الذي ذكره، أو الأثر الذي ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله في مطلع السورة عن زر بن حبيش رحمه الله. قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأي تعدها؟ قال: قلت 73 آية، يعني هي الآن سورة الأحزاب بين أيدينا 73 آية.
فقال قط قط يعني فقط، يعني فقط 73، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. كما ذكرنا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالنسخ ويعتقدون أن القرآن الكريم فيه ما نسخ، منه ما نسخ رسمه وحكمه، ومنه ما نسخ رسمه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي رسمه. من أمثلة القسم الأخير اللي هو ما نسخ حكمه وبقي رسمه آيات المصابرة في سورة الأنفال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فهذا كان في أول الأمر، لا يجوز الفرار من المعركة إذا كان الأعداء 10 أمثال المسلمين. ثم نسخ ذلك، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فأول شيء كان 20 مقابل 200 و100 مقابل 1000، ثم خفف ذلك وصار 100 مقابل 200 و1000 مقابل 2000. فهذا مما يعني الجزء الأول، هذا مما نسخ حكمه وبقي رسمه، والناسخ هو ما بعده الآن خفف الله عنه. كذلك عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت في أول الأمر 1 سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك نسخ، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فكانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت 1 سنة متاعا إلى الحول، ثم نسخ ذلك وصار 4 أشهر و10 أيام. فالمنسوخ بقي رسمه في التلاوة، وبقاء رسم المنسوخ في التلاوة له حكم، له حكم يعني منها يعني أنه إذا كان الحكم المنسوخ شاقا وخففه الله سبحانه وتعالى، فأبقى الله سبحانه وتعالى يعني تلاوة الحكم المنسوخ رغم أنه يعني رفع الحكم، ولكن تذكيرا بنعمة الله تعالى وأن الأمر يعني كان أثقل ثم خففه الله سبحانه وتعالى، ليستحضر المسلم يعني نعمة الله تعالى في تخفيف التكليف ونسخ الأثقل بالأخف إلى غير ذلك. وهذا النوع اللي هو ما بقي رسمه ونسخ حكمه هو نحو 20 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، نحو 20 آية. هناك العكس اللي هو نسخ رسمه وبقي حكمه، منه هذه الآية التي كانت من آيات سورة الأحزاب ونسخت. قال ولقد قرأنا فيها، أبي بن كعب رضي الله عنه يقول ولقد قرأنا فيها، قرأنا في سورة الأحزاب، يقول سورة الأحزاب كانت أكثر من 200 آية، كانت في حجم سورة البقرة، ثم نسخت يعني آياتها حتى بقي منها فقط 73 آية. فقال ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فهذه الآية في حكم الرجم، والرجم يعني نسخ رسمه وبقي حكم، الحكم باق لم ينسخ. ومنها ما نسخ رسمه وحكمه كبقية آيات سورة الأحزاب التي رفعت، يعني لا ندري ما حكمها ولا ندري يعني ما رسمها، لم يبقى للرسم ولا الحكم نسخ الجميع. فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول وهذا يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا، يعني الآيات التي لم تبلغنا
ونسخت من سورة الأحزاب، نسخ لفظها وحكمها يعني على فرض أن الأحكام التي كانت فيها تخالف ما استقر عليه التشريع، فيكون لفظها وحكمها نسخ. وقد يكون بعض هذه الآيات التي كانت في سورة الأحزاب ونسخت، قد يكون بعضها فيه نفس الأحكام التي بقيت معنا، فيكون مما نسخ رسمه وبقي حكمه، كما في قضية آية الرجم. ثم بعد ذلك شرع في تفسير السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى. يعني الله سبحانه وتعالى يأمر عبده ورسوله وأحب الخلق إليه عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق، يأمره بتقوى الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وينهاه عن طاعة الكافرين والمنافقين. فيقول الله سبحانه وتعالى إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فمعناه أن الأمر بذلك من باب أولى وأحرى لبقية الأمة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس يأمره الله بالتقوى، والمتقي إذا أمر بالتقوى أي أن يزداد منها، كما يعني يأمر كالمهتدي بالهدى يعني أن يزداد هداية. فالله تعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هو أتقى الناس أن يتقي الله، فهذا أمر لبقية الأمة من باب أولى. قال وقد قال طلق بن حبيب رحمه الله، طلق بن حبيب من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر في كتبه مرارا أنه أحسن تعريفات التقوى أو من أحسن تعريفات التقوى تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، لما عرف التقوى هذا التعريف الجامع المانع، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. فهذا تعريف يعني جامع للتقوى. قال وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين أي لا تسمع منهم ولا تستشرهم، لا تسمع منهم ولا تستشرهم. إن الله كان عليما حكيما أي فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه، فإنه عليم بعواقب الأمور حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. قال ولهذا قال واتبع ما يوحى إليك من ربك، قال أي من قرآن وسنة. إذا الوحي يشمل القرآن ويشمل السنة، لأن الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمعناه أن أي شيء ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالقرآن، وبغير القرآن فغير القرآن هو السنة. أي شيء ينطقه النبي عليه الصلاة والسلام ومن غير القرآن فهو سنة، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى أبدا، يعني ما في شيء ينطقه هو من هوى النفس، كل شيء ينطقه النبي عليه الصلاة والسلام فهو وحي من الله، فإن لم يكن من القرآن فهو سنة، وهي أحد نوعي الوحي. وفي أحاديث عديدة
أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون علامات نزول الوحي. الوحي كان له علامات حسية تظهر على النبي عليه الصلاة والسلام، فيغشى عليه ويثقل جسده ويتصبب جبينه عرقا طيب الرائحة أطيب من ريح المسك حتى لو كان في اليوم الشديد البرد، ويثقل بدنه عليه الصلاة والسلام حتى لو كان على الناقة تبرك الناقة، لو مرة كان واضعا رجله على تمس فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه جالسا إلى جواره، فلما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام قال كادت فخذي أن ترد، يعني أن تنخلع من مكانها، واجتهد أنه يحرك رجله من تحت ركبة النبي عليه الصلاة والسلام، فعجز عن ذلك، ما استطاع من ثقل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا سري عنه يرجع لطبيعته عليه الصلاة والسلام. ففي كثير من الأحاديث كان ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخبر بأنه أوحي إليه كذا وكذا، أشياء من السنة ليست من القرآن. فالسنة أيضا وحي من الله تعالى، إما ابتداء، يعني أحيانا ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغه من الله تعالى شيئا يخبر به أمته من السنة، وأحيانا تكون السنة وحيا تقريريا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيء باجتهاده ويقره الوحي عليه فيصبح وحيا أيضا من هذا الباب. قال إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فلا تخفى عليه خافية، وتوكل على الله، أي في جميع أمورك وأحوالك، وكفى بالله وكيلا، أي وكفى به وكيلا لمن توكل عليه وأناب إليه. ثم يقول سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى موطئا قبل المقصود المعنوي أمرا حسيا معروفا، وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه، ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي أما له، كذلك لا يصير الدعي ولدا للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له. يعني يقول الله سبحانه وتعالى يقول موطئا يعني ممهدا، فالتوطئة التمهيد للشيء، فالله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يشرع للأمة أن الإنسان إذا تبنى طفلا واتخذه ابنا له وقال هذا ابني وهو ليس من صلبه أنه لا يصير ابنا له شرعا، لا يصير ابنا له شرعا. فالله سبحانه وتعالى مهد لذلك بأن أخبر سبحانه وتعالى عن مسألة الظهار، الرجل إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، إذا شبه امرأته أو بعضا منها بمن تحرم عليه أو ببعض منها، أنت علي كيد أختي أو يدك علي كأختي أو كيد أختي أو كظهر أمي ونحو ذلك، يريد بذلك تحريمها عليه، أنها يعني أصبحت مثل أمه يعني تحرم عليه،
فإن هذا الكلام الذي قاله لا يغير من حقيقة الأمر شيئا، يعني لا تصبح امرأته أما له لأنه سماها أما له. فكذلك أيضا إذا قال عن طفل ليس ابنا له وقال إنه ابنه، فإنه لا يصبح ابنا له بهذا الادعاء. فقال سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. قال كقوله: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. قال وقوله سبحانه وتعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، قال هذا هو المقصود بالنفي، فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة. وما جعل أدعياءكم يعني الذين تبنيتموهم وادعيتم أنهم أبناء لكم، فإنهم ليسوا أبناء في حقيقة الأمر. فإنها نزلت في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل النبوة، وكان يقال له زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تبنى زيد بن حارثة قبل النبوة وقبل تحريم التبني، فالشيء قبل أن يحرم يبقى على الإباحة الأصلية ثم حرم، فلما حرم امتثل النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. وزيد بن حارثة هو والد أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان أسامة بن زيد يقال له حب رسول الله ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا يعني شديدا ويقربه إليه، هو وأبوه يعني أبوه كان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه قبل النبوة وقبل أن ينزل تحريم التبني، فكان أبوه بمثابة ابن للنبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة بمثابة الحفيد للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجلسه على حجره مع الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاه. قال فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، كما قال في أثناء السورة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال هاهنا: ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني تبنيكم له قول لا يقتضي أن يكون ابنا حقيقيا، فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فما يمكن أن يكون له أبوان كما لا يمكن أن يكون للرجل الواحد قلبان. شوف هنا إيه التوطئة، يعني التمهيد بقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما علاقة هذا التمهيد بالقضية التي أراد الله تعالى أن يبين حكمها وهي تحريم التبني؟ فالله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يقول لعباده: كما أنه لا يكون للرجل الواحد قلبان، فلا يكون للطفل الواحد أبوان، فلا يكون للطفل الواحد أبوان، فالطفل له أب واحد كما أن الإنسان له قلب واحد.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال سعيد بن جبير: يقول الحق أي العدل. وقال قتادة: وهو يهدي السبيل أي الصراط المستقيم. وقد ذكر غير واحد أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. رجل من قريش يدعي دعوة كاذبة أنه عنده قلبان ويزعم أن كل قلب فيه عقل، أن عقله مضاعف. بعض الناس يدعي دعاوى ليتفاخر بها وليكون متميزا عن غيره بأشياء يدعيها لا حقيقة لها. فأنزل الله هذه الآية ردا عليه. هكذا روى العوفي عن ابن عباس، وقاله مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن قابوس يعني ابن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت قول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما عنا بذلك؟ يعني ما قصد بذلك؟ قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي فخطر خطرة فقال: المنافقون الذين يصلون معه ألا ترون له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم. فأنزل الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن صاعد الحراني وعن عبد بن حميد عن أحمد بن يونس كلاهما عن زهير وهو ابن معاوية به، ثم قال: وهذا حديث حسن. وكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير به. والخطرة والخطرات يعني انشغال البال أو انشغال الفكر بشيء يعني يخطر على البال أو على الفكر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطر في باله شيء أو فشغله عن قراءته أو سهى في صلاته عليه الصلاة والسلام. فالمنافقون قالوا إيه؟ له قلبان، قلب معكم وقلب مع شيء آخر أو كذا. فأنزل الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أن ذلك كان في زيد بن حارثة، ضرب له مثل يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك. يعني كما مر يعني كما أنه ليس للرجل الواحد قلبان، فكذلك أيضا لا يكون للابن الواحد أبوان. هذا ما يقوله الآن. نسأل الله العافية يا رب. نسأل الله العافية. هذا رد عليهم من كثير. نعم، كما ذكر أخونا الكريم فضيلة الشيخ جمال، يعني هؤلاء الشاذون المنحرفون يتزوج رجل رجلا ويتبنون ابنا ويزعم كل منهم أنه أب له. نسأل الله تعالى العافية. فهذه الآيات وما ورد في تفسيرها يعني فيها رد على هؤلاء وإبطال لما هم عليه من الانحراف والضلال. قال: وقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قبلها قال يعني وكذا قال مجاهد وقتادة وابن زيد أنها نزلت في زيد بن حارثة، وهذا يوافق ما قدمناه من النفس. ثم قال: وقوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قال: هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء،
فأمر الله تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. فيقول هذه الآية يعني نسخت ما كان موجودا من الإباحة الأصلية، يعني إباحة التبني لم ينزل بها يعني نص يبيح التبني، ولكن يعني كانت مباحة بالإباحة الأصلية، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن موسى بن عقبة به. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، يعني قبل نزول تحريم التبني كان من تبنى طفلا عامله معاملة ابنه من صلبه ومن نسبه من جميع الأوجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. يعني الابن من الصلب له أحكام أنه يرث من أبيه، وأن امرأة هذا الأب تصبح يعني أما له، أمه التي ولدته وزوجها الذي ولد من صلبه فهو أبوه. فكذلك الابن من التبني، فكان الذي تبناه يصبح أبا له، امرأته تصبح أما له، وهكذا ويتوارثون، ولا لا تحتجب منه يعني أمه وأخواته وكذا. فكما أن الابن من النسب لا تحتجب منه أمه وأخواته، ويجوز أن يخلو بهن ويسافر بهن، فكذلك كانوا يعاملون الابن من التبني. قال ولهذا قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهم جميعا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا ندعو سالما ابنا، وإن الله قد أنزل ما أنزل، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. الحديث. طبعا هذه قضية تتعلق بموضوع رضاع الكبير، الذي حصل يعني في قصة سالم مولى أبي حذيفة، أن أبا حذيفة رضي الله عنه كان قد تبناه قبل تحريم التبني، تبنى سالما، فكان سالما يعيش مع أبي حذيفة ومع زوجته التي هي سهيلة بنت سهل، كانت تعامله كأمه، وهي التي ربته وهو صغير ونشأ معها على أنه ابن لها، ولا تحتجب منه مثل ما تعامل المرأة ابنها. فلما نزل تحريم التبني كان سالم قد صار يعني شابا، فشق ذلك عليهم أنه فجأة يعني عليه أن يحتجب منها ولا يخلو معها في البيت وتتعامل معه كتعامل مع أجنبي، فشق ذلك عليهم، فاشتكوا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها أن ترضعه، وليس بالضرورة رضاعة يعني أنها تكون بشكل مباشر، يمكن إيه يعني جمع اللبن يعني في إناء ثم يعطى له فيشرب منه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه، وأنه يصبح ابنا لها من الرضاع. ففي هذه الحالة يعني يصبح محرما لها وتعامله كمعاملة الابن. طبعا المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، قالوا هذا الحديث يعني إما منسوخ وإما
وإما أنه خاص، يعني إما قالوا إما النسخ وإما الخصوصية. قالوا إما أنه حكم خاص بسالم المولى أبي حذيفة، و يعني ولا يتعداه إلى غيره، وإما أنه منسوخ. بماذا منسوخ؟ بالأحاديث التي فيها إنما الرضاعة من المجاعة، والحديث التي تفيد أن الرضاعة في الحولين فقط. فقالوا الرضاعة لا تحرم إلا في الحولين فقط، ورضاعة الكبير لا تحرم مطلقا. فهذا الذي في المذاهب الأربعة. الظاهرية قالوا هذا الحديث ليس منسوخا، النسخ يشترط له معرفة التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. قالوا لا يوجد دليل على أن أحاديث يعني التي تفيد أن الرضاعة في الحولين أنها متأخرة عن قصة سالم، يحتمل أنها متقدمة عليه، فكيف نقول أنه منسوخ؟ وكذلك الخصوصية، الأصل في الأحكام أنها تكون عامة وليست خاصة وكذا. فالظاهرية يعني فتحوا هذا الباب وتوسعوا فيه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له قول وسط يعني في هذا، وهو يقول يعني أن هذا الحديث يعني ليس منسوخا وليس خاصا، ولكن لا يعمل به إلا في الحالة المشابهة لهذه الحالة. يعني لو امرأة يعني ربت طفلا من صغره وتربى معها على أنه ابن لها، وإما أنهم كانوا مثلا غير مسلمين وأسلموا، أو كانوا جهالا لا يعلمون الحكم ثم علموا به، أو أنها كانت تظنه ابنا لها لأي سبب من الأسباب ثم اكتشفت أنه ليس ابنا لها ولكنها ربته على أنه ابن لها، ودارت الأيام ولما علموا بالحكم شق عليهم، فيجوز في هذه الحالة أنها ترضعه، ويكون يعني هذه الحالة تكون مستثناة في مثل هذه الظروف، وليست يعني أمرا مفتوحا لكل أحد، وإنما للحالات المشابهة. يعني فهذا يفيد مثلا أنه في حالة إسلام أسرة مثلا أمريكية أو كذا، ورجل وامرأته مثلا كبار في السن، وعندهم طفل مثلا تبنوه قبل إسلامهم، لا يعرفون قبل إسلامهم، وتبنوه ربوه في بيتهم ويعاملونه على أنه ابن لهم وكذا، والآن عندما أسلموا إذا قلنا لهم يعني هذا الابن ليس ابنا لكم، يجب أن تحتجبي منه، يجب كذا، يعني قد يكون هذا منفرا لهم. فيجوز في هذه الحال الأخذ بهذه الرخصة، أنها يعني إما هي ترضعه، أو مثلا بنتها ترضعه، أو أختها ترضعه، أو بحيث تصبح أي امرأة من المحارم، يعني بحيث نوجد قرابة، نوجد يعني محرمية عن طريق قرابة بالرضاع لحل هذا الإشكال. قال: ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدعي. لما نسخ حكم إباحة التبني وصار يحرم التبني، طبعا أيضا للتوضيح يعني التبني المحرم هو يعني أن يعامله معاملة الابن في الميراث والحجاب والخلوة بالنساء وهكذا، بزوجته وابنته وكذا. ولكن كفالة اليتيم أو كفالة طفل وتربيته والإحسان إليه، هذا عمل صالح مشروع، يعني لا حرج فيه. يعني ليس تحريم التبني معناه أنه لا يصح أن يتكفل بطفل ويربيه ويحسن إليه، فيصح أن يتكفل بطفل ويربيه ويحسن إليه، وإن كان في سن الرضاعة فترضعه امرأته أو يعني بعض أقاربه، بحيث أو بعض أقاربها بحيث تثبت المحرمية، فلا يكون يعني ابنا من جهة النسب والميراث وكذا، ولكن يمكن أن يوصي له بشيء من التركة ويحسن إليه ويربيه كأنه ابن. قال: ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدعي، الدعي اللي هو يعني الطفل المتبنى،
فلما نسخ يعني إباحة التبني فصار يجوز أن يتزوج الرجل زوجة الطفل الذي تبناه من قبل، يعني تبناه وهو طفل، ثم لما نزل تحريم التبني فمعناه أنه لم يعد ابنا، وبالتالي إذا كان تزوج بامرأة ثم طلقها فمعناه أن هذه المرأة ليست زوجة ابن فلا تكون من المحال. يعني الله سبحانه وتعالى حرم على الرجل أن يتزوج بامرأة يعني تزوج بها أحد أبنائه من قبل. نعم، والعكس كذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بزوجة الأب، والأب يحرم عليه أن يتزوج بزوجة الابن إذا مات عنها أو طلقها. ففي قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فمن المحرمات من النساء حلائل يعني زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم، فمعناه أن الابن إذا لم يكن من الصلب وإنما يعني تبنى شخص ابنا وسماه ابنا فإن هذا لا يجعله ابنا في الحقيقة، وبالتالي فإذا كانت له زوجة وطلقها أو مات عنها فيجوز لأبيه الذي تبناه وهو ليس ابنا له في الحقيقة يجوز له أن يتزوج بها. قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها مطلقة زيد بن حارثة. وقال تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني الله سبحانه وتعالى أمر محمد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بزينب بنت جحش التي هي طليقة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه قبل تحريم التبني، ليبطل الله سبحانه وتعالى يعني هذه العادة. أحيانا بعض الأمور إذا كانت يعني شائعة في الناس وصارت يعني عادة متوارثة بينهم ف يعني لا قد لا يكفي يعني نزول نص بتحريمها، قد لا يكفي لانصراف الناس عن هذه العادة وإبطالها، فأحيانا يكون تأثير القدوة الفعلية يعني أكثر في إبطال هذه العادة. فلذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش ليبطل عادة التبني بأسوة فعلية وقدوة فعلية من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تذكرون مثلا في قضية موضوع التمتع في الحج، وفي يعني كان أو في قضية أخرى اللي هي لما في يوم صلح الحديبية، في يوم صلح الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، كانوا خرجوا لأداء العمرة وصدهم المشركون ومنعوهم من دخول مكة وكانوا محرمين، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا وأن ينحروا هديهم ويتحللوا، فلم يبادروا لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف عادتهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا وهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال محرما لم يتحلل بعد، فكأنهم يعني ينتظرون ربما الحكم يتغير ربما، فلم يبادروا يعني للتحلل، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ورأته أم سلمة رضي الله عنها فأشارت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن أنهم لم يبادروا إلى امتثال أمره كعادته، فأم سلمة رضي الله عنها أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام قالت يعني أنهم رأوك لم تتحلل، ولو أنك يعني حلقت رأسك اخرج إليهم ولا تكلم أحدا منهم واحلق رأسك فإنهم
يبادرون لفعل ذلك. ففعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، فإذا بهم جميعا يحلقون رؤوسهم. فرغم أن هذا الشيء كان شاقا عليهم، ولما سمعوا الحديث القولي يعني لم يبادروا إلى الامتثال، بينما عندما رأوه فعليا فبادروا إلى الامتثال. فهنا نفس الشيء، يعني لو كان مسألة تحريم التبني مجرد يعني نصوص قولية وسنة قولية، ربما يعني لم يحدث لها ذلك الأثر الكبير في إبطال تلك العادة. فأراد الله تعالى أن يكون ذلك يعني تطبيقا فعليا وسنة فعليا من النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون يعني أكثر إبطالا لهذه العادة. وقال في آية التحريم: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا يقصد سورة التحريم ولكن يقصد آية سورة النساء التي فيها تحريم الزواج بزوجة الابن احترازا عن زوجة الدعي. يعني لماذا قال الذين من أصلابكم؟ حتى لا يفهم منها أحد أنها تحرم زوجة الابن المتبنى، فإنه ليس من الصلب، الابن الدعي ليس من الصلب. فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا. طيب زوجة الابن من الرضاعة، طيب الابن من الرضاعة هو ليس من الصلب وزوجته تحرم، فقال صحيح يعني الابن من الرضاعة ليس من الصلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالابن من الرضاعة رغم أنه ليس من الصلب إلا أنه ملحق به في حكمه. فإذا قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من أصلابكم هذا القيد احترازا من الابن الذي هو من التبني، وليس احترازا من الابن من الرضاعة. قال: فأما دعوة الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما نهي عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع، يعني جاءوا من الإيه؟ جمع اللي هي المزدلفة، يعني جمرات. عندكم على جمرات، عندنا على حمرات. قال: فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبينية تصغير، يعني بمعنى أبنائي، أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو عبيد وغيره: أبينية تصغير بنية، وهذا ظاهر الدلالة، فإن هذا كان في حجة الوداع سنة عشر. يعني لا مانع أن الرجل الكبير السن يقول لولد يعني في سن أولاده ونحو ذلك، يقول يا بني، وهو يعني ليس ابنا له من النسب، ولكن بمثابة الابن وفي منزلة الابن، قال على سبيل التحبب والتلطف وكذا، فهذا أمر مشروع. والعكس كذلك، الشاب يقول لمن هو أكبر منه سنا يا والدي أو يا أبي أو كذا، يعني على سبيل الاحترام والتوقير، فقال هذا ليس ممنوعا. يعني ممنوع التبني اللي هو بمعنى أنه يتخذ ابنا
يخلو بزوجته وببناته ولا يحتجبن منه ويرث منه، فهذا هو الممنوع. أما يعني مجرد كلمة تقال يعني لغرض التلطف في الخطاب ونحو ذلك فهذا لا حرج فيه. واستشهد بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس ومن معه من الغلمان أبينية، يعني يا أبنائي أو كذا، فقال لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا في حجة الوداع يعني متأخر عن نزول تحريم التبني لبيان جواز استعمال ذلك. وكذلك دائما أهل العلم يقولون يعني الأبوة نوعان، يعني أبوة الطين وأبوة الدين، يعني أو الأبوة في أو أبو الجسد وأبو الروح. فالعالم والأستاذ والشيخ والمربي يعني هو بمثابة الأب يعني للإنسان، فشيوخ الإنسان الذين تعلم منهم واستفدهم بمثابة آباء له، وهذه أبوة يعني روحية يعني من جهة الاستفادة والتعلم، ولا تتعارض مع وجود يعني أبيه من النسب يعني. وقد يجتمع أن يكون أبوه من النسب هو نفسه الذي علمه وأدبه، فيكون يعني جامعا بين الأبوتين. نعم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم. نعم. قال وقوله تعالى أدعوهم لآبائهم في شأن زيد بن حارثة رضي الله عنه وقد قتل في يوم مؤتة سنة 8. زيد بن حارثة رضي الله عنه استشهد في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة. وأيضا ففي الصحيح لمسلم من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الجعد بن أبي عثمان البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني. قال ورواه أبو داود والترمذي. هذا دليل آخر لنفس القضية، إن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هو بمثابة الأب لأمته يعني من جهة التربية والتعليم وجميع أنواع الفضل على أمته، بل هو أولى بأمته من آبائهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. قال وقوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. أمر تعالى برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا، يعني عندما نزل تحريم التبني فكل يعني طفل سبق أن تبناه رجل ونسبه إليه، فأمر الله تعالى برد النسب إلى الأب الحقيقي إن عرف. فإن لم يعرفوا آباءهم فهم إخوانهم في الدين ومواليهم، أي عوضا عما فاتهم من النسب. قد يكون مثلا خاصة في يعني في أوقات الحوادث الكبرى كالزلازل والحروب والأوبئة كالطاعون ونحوه، فيحصل يعني أنه في يعني لحظات وجيزة يموت يعني خلق كثير ويوجد أطفال مختلفون، وفي ذلك الوقت لا يوجد يعني DNA ولا توجد يعني وثائق تسجل فيها توثق فيها الأنساب وكذا. فدايما يعني بعد الحروب والزلازل والأوبئة وكذا فيوجد أطفال كثيرون لا أحد يعرف آباءهم، يعني هذا الطفل من أي أسرة يكون يعني الأب والأم ماتوا والجد والجدة ووجد أطفال، فكل أسرة باقي منها بعض الأطفال واختلط بعضهم ببعض ولا أحد يدري، ولا الأطفال أنفسهم الصغار لا أحد يعرف هذا تبع أي أسرة وهذا تبع أي أسرة. وكذلك الطفل اللقيط يعني الذي يوجد يعني ملقا أمام باب مسجد أو أمام دار أو في الطريق ولا يعرف له صاحب ولا والد ولا كذا. فإذا لم يعرف الآباء وتبناه شخص يعني وعامله معاملة لب ثم نزل تحريم التبني فهو أخ في الدين ومولى، أي عوضا عما فاتهم من النسب. ولهذا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم، فأخذها علي رضي الله عنه وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر في أيهم يكفلها، فكل أدلى بحجته، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال زيد ابنة أخي، وقال جعفر بن أبي طالب ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. عشان النبي عليه الصلاة والسلام أرضى كل واحد منهم، كان هؤلاء الثلاثة يتنازعون على كفالة تلك البنت بنت حمزة رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى بها لجعفر لأنها يعني ابنة عمه وخالتها هي زوجته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالبنت أنها تكون مع خالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، فطالما يعني خالة البنت هي زوجة جعفر فتتربى البنت في بيت إيه؟ في بيت جعفر. ثم أرضى النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد منهم بكلمة يعني فيها منقبة له ثناء عليه. فالكلمة التي قالها لزيد بن حارثة قال أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا، وذلك لأن الله تعالى قال فإخوانكم في الدين ومواليكم. طبعا بالنسبة للنسب مثلا إذا لم يعرف والد الطفل فيمكن أنه أن يقال يعني فلان ابن آدم أو ابن نوح، لأن كل البشر هم من ذرية آدم ومن ذرية نوح، كل البشر الموجودون الآن هم من ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين، هلك يعني الكفار كلهم هلكوا في الطوفان، والمؤمنون الذين كانوا مع نوح عليه السلام لم يبق لأحد منهم أي ذرية، كل البشر بعد ذلك هم من ذرية نوح. فإذا قيل يعني فلان ابن نوح فيكون لقب العائلة نوح عليه السلام، أو لقب العائلة آدم فهو نسبة إلى الجد الأعلى، يجوز لأن الأجداد هم آباء للإنسان فينسب إلى جد أعلى، أو يقال يعني ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن، أو لأن كل البشر عبيد لله وعبيد للرحمن سبحانه وتعالى ونحو ذلك، هذا من جهة الاسم الذي ينادى به، يعني عشان ينادى يكون له يعني اسمه اسم أب أو اسم جد، ممكن يقال فلان ابن عبد الله ابن نوح أو ابن آدم، أو ابن فيكون يعني اسما صادقا وينطبق على حقيقة الحال. قال نعم أو ممكن طبعا يجوز ينسب إلى أمه أيضا لا حرج في ذلك، يعني إذا لم يعرف أبوه أمه معروفة فيمكن ذلك. قال ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا كما قال تعالى فإخوانكم في الدين وموالكم. والمولى يعني تطلق على يعني لها معان كثيرة، يعني فهناك المولى بمعنى السيد، والمولى بمعنى العبد أو المعتق، والمولى بمعنى الحبيب والنصير والمعين ونحو ذلك، فالمولى لها يعني أكثر من معنى. الله مولانا ولا مولى لكم، فالله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير، فالله تعالى هو نعم المولى، مولى بمعنى أنه السيد المدبر لأمور عباده والنصير والمعين، والمولى بمعنى الحبيب ونحو ذلك. صحيح أنه زيد أخوه
خير الله أن يختار بين نعم وصحيح واختار نعم كما تفضلتم يعني كما تفضل الشيخ عبد الله في قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أن أهله يعني كانوا يبحثون عنه ووصل إليهم الخبر أنه في مكة وجاء يعني أقاربه ووصلوا إلى مكة ووجدوا زيدا وقد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا أن يأخذوه معهم ورفض زيد أن يذهب معهم فخيره النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرضاهم وقال لهم يعني نتركه يختار وإذا اختار أن يذهب معكم يذهب وإذا اختار أن يبقى يبقى فاختار زيد أن يبقى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضوا بذلك وانصرفوا قال وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي قال قال أبو بكر قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم هذا هو أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه قال فأنا ممن لا يعرف أبوه وأنا من إخوانكم في الدين قال قال أبي والله إني لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه يعني هذا الراوي راوي الحديث يقول أبو بكر لو علم أن أباه حتى لو كان أبوه حمارا لانتمى إليه يعني كان يتمنى أن يعرف أباه لكن لم يعرف أباه وأبو بكر قصته أنه كان يعني عبدا من العبيد يعني في الطائف لبني ثقيف وكان يعني مسترقا عندهم ولما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام الطائف يعني نادى المسلمون يعني أي عبد يعني ممن يعني في الحصن كانوا لهم سور ومتحصنين فيه أي عبد يأتي إلينا فهو حر يعني أي عبد من عبيد بني ثقيف يأتي إلى المسلمين وينضم إليهم فهو حر لتشجيع العبيد على أن يتركوا يعني بني ثقيف وأن ينضموا إلى صف المسلمين وهذا إضعاف لهم لأن العبيد كانوا يقاتلون معهم ولهم قوة وبأس فأبو بكر تدلى ببكرة البكرة اللي هي يعني زي قرص من الحديد كده ويوضع فيه حبل فوضع نعم زي اللي تستعمل في البئر في جلب الماء فوضع بكرة على السور وضع بكرة على السور وفيها حبل وكذا وتدلى به يعني ونزل إلى المسلمين وأسلم يعني رضي الله عنه فلقب بأبي بكرة يعني أو كني بأبي بكرة يعني هذه كنيته يعني قال وقد جاء في الحديث ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر يعني إذا كان يعلم أباه وانتسب إلى غير أبيه إلى رجل آخر وهو يعلم أباه فهذا كفر وطبعا كفر هنا يعني من باب اللي هو يعني الكفر الأصغر يعني الذي هو يعني من الذنوب والمعاصي وليس معناه أنه كفر أكبر يخرج عن الملة قال وهذا تشديد وتهديد ووعيد أكيد في التبري من النسب المعلوم ولهذا قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ثم قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه يعني قد يحصل أحيانا في حالات تشتبه فيها الأنساب أو يحصل خطأ في نسب طفل وينسب إلى غير أبيه عن
خطأ وسهو عن غير قصد، فهذا مما رفع فيه الحرج وعفي عنه. فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمرا عباده أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت، يعني عندما تليت الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، أي هو سبحانه وتعالى لا يؤاخذ من نسي وأخطأ. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الحديث الآخر: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه. كان مر بنا الحديث اللي هو نسينا نشرحها، اللي هي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا، حمرات بمعنى حمير يعني جمع حمار، فمن جمع يعني من المزدلفة، فجعل يلطخ أفخاذنا، وهنا في النسخة يلطخ وفي بعض النسخ يلطح بالحاء، وقالوا يلطح معناها الضرب بالكف ضربا ليس شديدا، يعني ضربة خفيفة كذا يعني. نرجع هنا إلى قول الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: وقال تعالى هنا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يعني لا إثم في الخطأ، وإنما الإثم في من تعمد الباطل. قال: وفي الحديث المتقدم: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي القرآن المنسوخ، يعني مما نسخ رسمه من القرآن، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، فكان هذا مما أنزله الله في القرآن ونسخ رسمه، ولكن بقي حكمه يعني. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، وإن فهذا يعني كانوا يقرؤونه على أنه من القرآن ثم نسخ رسمه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله. والإطراء هو الغلو الذي فيه مجاوزة الحد، فعيسى بن مريم عليهما السلام النصارى قالوا هو الله وقالوا هو ابن الله وعبدوه مع الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى أمته عن الغلو فيه ومجاوزة الحد فيه عليه الصلاة والسلام، فإنما أنا عبد فقولوا عبده ورسوله. وربما قال معمر: كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني في رواية: كما أطري عيسى ابن مريم، أو كما أطرت النصارى. ورواه في الحديث الآخر: ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم.
اعتقاد أن النجوم هي التي تنفع وتضر وتنزل المطر وتمنع المطر. ثم يقول سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال: قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. يعني الآن كمل الإيمان، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، يعني لا يكمل الإيمان إلا بذلك ولا يتم. ولهذا قال تعالى في هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا للجميع ولا للعمر؟ لا طبعا لكل مسلم، يعني لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، يعني بمعنى أنه لو نفسه تحب شيء والنبي عليه الصلاة والسلام أمره بخلاف ذلك فيمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم يعني ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يرضي نفسه. هل يصح أن يقال النبي أبو المؤمنين؟ نعم، يعني مسألة أبوة النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ستأتينا إن شاء الله في الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. فورد يعني في ورد في بعض القراءات المنسوخة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو أب لهم، يعني فلا تعارض بين ما كان محمد أبا أحد، يعني المقصود هي أبوة النسب، يعني أبوة النسب، ولكن هو أب للمؤمنين اللي هي أبوة الروح والدين، وكما مر بنا من قبل الأبوة نوعان، يعني في المنفي اللي هو أحد نوعي الأبوة، ولكن النوع الثاني من أنواع الأبوة ثابت. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فالأنبياء هم آباء لأمتهم أو لأممهم، بمعنى يعني أبوة يعني الدين والتعليم. ولذلك قالوا في تفسير الآيات الكريمة في قصة لوط عليه السلام، مرت بنا من قبل يعني في قصة لوط عليه السلام عندما قال إيه؟ قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لما جاء قومه المجرمون يعني يريدون فعل الفاحشة في ضيوفه كانوا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، جاءوا في صورة شباب حسان الخلقة، يعني فتنة لهم ولقوم لوط عليه السلام. جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فلوط عليه السلام قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وفي الآية الأخرى: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فهنا المفسرون
بعضهم قال إنه قصد يعني أنهم يتزوجون ببناته، بناته من النسب، كان له بنات مؤمنات، قيل يعني بنتان أو 3 بنات، بنات لوط عليه السلام، وكانوا من كنا مؤمنات، وكان في شريعتهم يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة. حتى هذا الأمر كان جائزا في شريعتنا في أول الأمر ثم نسخ. يعني بنات النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا من مشركين ثم نسخ ذلك. يعني أبو العاص بن الربيع كان مشركا وكان متزوجا بزينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني وكذلك يعني أولاد هو عتبة وعتيبة كان من المشركين، كان خطبوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن هذا الأمر كان مأذونا فيه في أول الأمر ثم نسخ في شريعة. ففي شرائع الأنبياء السابقين يعني قد يكون في بعض الشرائع، وقد يكون هذا في شريعة لوط عليه السلام، أنه يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، فقصد يعني أن يتزوجوا ببناته لصلبه، وتكون المعاشرة بالحلال، يعني تكون زوجة له ويعاشرها بالحلال. فهذا تفسير. والتفسير الآخر يعني أن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي، أي نساء أمتي، أنه لا يقصد يعني أنه يريد منهم أن يتزوجوا ببناته لصلبه المؤمنات، وإنما قصد يعني نساء أمته. يعني حتى أمة الدعوة، يعني في الأمة أمة كل نبي، في أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة يعني الذين أرسل إليهم حتى لو لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به فهم أمته يعني. وهناك أمة الإجابة الذين استجابوا له واتبعوا، فحتى نساء أمة الدعوة يعني هم أيضا بناته، لأن النبي أب لأمته. فهذا التفسير الثاني، هؤلاء بناتي أي نساء أمتي، يعني لأنهم بمثابة البنات، كل نبي هو أب لأمته. طيب يقول ولهذا قال تعالى في هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. وقال البخاري عند هذه الآية الكريمة حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كان، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. تفرد به البخاري. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم يعني من مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك وعليه ديون فإلي وعلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنهم ديونهم من بيت المال. فكان عليه الصلاة والسلام يقضي ديون من مات من أصحابه من بيت مال المسلم. قال ورواه أيضا في الاستقراض، يعني رواه البخاري في الاستقراض، وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن فليح به، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه.
وقوله وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم أي في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. هنا نفس الشيء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أب لأمته في الاحترام والإكرام والتوقير والإعظام وفضله على الأمة، وليست أبوة النسب. فكذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات للمؤمنين، ليس بمعنى أمومة النسب التي يتعلق بها مثلا أنها لا تحتجب منه أو تخلو به، أو وإنما أمومة التكريم والتوقير والاحترام، كما يقول يعني الرجل للمرأة الكبيرة التي في سن والدته يا أمي، أو يعني من باب التوقير والتكريم والاحترام. فأولى الناس بذلك أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام هن أمهات للمؤمنين في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة أو الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وإخوانهن بالإجماع. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، هل معنى هذا أن بنات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يصبحن محرمات على المسلمين أن يتزوجوا بهن؟ لا، يعني المسلمون كالصحابة تزوجوا ببنات أمهات المؤمنين وبأخوات أمهات المؤمنين. فمعناه أن الأمومة هنا ليست الأمومة التي يترتب عليها تحريم الزواج ببنتها أو أختها. وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين كما هو منصوص الشافعي في المختصر، لكن من جهة التسمية فقط، يعني أيضا من باب التوقير والاحترام، يمكن أن يقال لبنات أمهات المؤمنين هن أخوات المؤمنين، وإخوة أمهات المؤمنين يقال لهن أخوال المؤمنين. يعني معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يقال له خال المؤمنين، لماذا؟ لأن أخته هي أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله عنها، أخت أبي سفيان هي أم المؤمنين، أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان، فهي أم للمؤمنين، وأخوها معاوية بن أبي سفيان فهو خال المؤمنين. ونفس الشيء ينطبق على عبد الله بن عمر، أخته حفصة هي أم المؤمنين، فهو أيضا خال للمؤمنين، وهكذا. فالإمام الشافعي رحمه الله يعني وصف بنات أمهات المؤمنين بأنهن أخوات المؤمنين. قال وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله خال المؤمنين؟ قال فيه قولان للعلماء، أمثاله لو مثل عبد الله بن عمر أخو حفصة مثلا. ونص الشافعي على أنه يقال ذلك، نص الإمام الشافعي على أنه يقال لمعاوية خال المؤمنين. وهل يقال لهن أمهات المؤمنات فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبا؟ يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، طيب هل هن أمهات للمؤمنات أيضا؟ فقال فيه قولان، فيه قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يقال ذلك، يعني بعض النساء قلنا لعائشة يعني يا أمه، فقالت إنما أنا أم لرجالكم، يعني هي أم للرجال، لأن الله تعالى قال وأزواجه أمهاته، فيعود على المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين. فهذا يعني رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رحمه الله، أن أمهات المؤمنين أمهات لرجال المؤمنين وليس لنساء المؤمنين. لكن رأي القول الثاني أن المؤمنين ها هنا تشمل يعني الرجال والنساء، لأن إذا اجتمع الرجال والنساء فجمع المذكر السالم يشمل الفريقين.
قال وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم أنهما قرأ، هذه من القراءات يعني الشاذة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، اللي هو الزيادة الشاذة وهو أب لهم. فهي يعني من جهة المعنى، المعنى صحيح يعني وثابت، وإن كان يعني اللفظ مرفوع يعني رفع على هذا الرسم ولم يبقى في كتاب الله، ولكنه حكمه ثابت. قال وقد روي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، حكاه البغوي وغيره واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. فهنا يعني بعض آداب قضاء الحاجة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته بعض آداب قضاء الحاجة، فمهد لذلك بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، ثم أرشدهم إلى هذه الآداب. والنهي عن الاستطابة باليمين يعني عن الاستنجاء باليمين. قال وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن عجلان. والوجه الثاني أنه لا يقال ذلك، يعني هل يقال النبي أب للمؤمنين؟ فالوجه الأول أنه نعم يقال ذلك، والدليل يعني هذه القراءة الشاذة، يعني القراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير والأحكام. والقول الثاني أنه لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، واحتجوا بقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين، أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بينهم. في أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين، هناك مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم، ثم مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان الرجل يعني إذا مات يرثه أخوه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين، أو صار بينهما حلف، فنسخ ذلك. كما قال ابن عباس وغيره كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحم للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حديثا عن الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي، وساق السند يعني إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم، فآخى أبو بكر خارجة بن زيد، وآخى عمر فلانا، وآخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق سعد الزراقي، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير وواخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته، وجئته فابتعلته، هكذا عندكم، فوجدت السلاح قد أثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري،
حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى مواريثنا. فإذا يعني الخلاصة هنا أنه يوجد قولان في مسألة هل يقال النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين. الفريق الذي منع استدل بقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجاله، لكن كما شرحنا من قبل الأبوة نوعان، يعني أبوة النسب التي يترتب عليها الميراث والمحرمية ونحو ذلك، فهذه التي نفاها الله تعالى. وأما الأبوة الأخرى هي أبوة الروح أو أبوة الدين بمعنى التوقير والاحترام والإكرام، فهذه ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا يعني لا تعارض، يعني لا تعارض، والصواب يعني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين، ويقصد به يعني أبوة الدين يعني. قال وقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، أي ذهب الميراث وبقي النصر والبر والصلة والإحسان والوصية، يعني كانوا يتوارثون بالأخوة والحلف، ثم نسخ ذلك، ولكن بقي يعني من كان أخا له في تلك المؤاخاة التي أخاها النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، يعني لم يبقى فيها التوارث، ولكن بقيت الأخوة بمعنى أخوة الإيمان والتناصر والتعاون ونحو ذلك، ولا مانع أن يوصي له بشيء من ماله. قال وقوله تعالى كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي هذا الحكم، وهو أن أولي الأرحام أي الأقارب بعضهم أولى ببعض، حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير، قاله مجاهد وغير واحد، يعني في اللوح المحفوظ يعني. وإن كان قد يقال قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة، وهو يعلم سبحانه وتعالى أنه سينسخه إلى ما هو جار في قدره الأزلي وقضائه القدري الشرعي. طبعا هذه الآية الكريمة هو أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، استدل بها الحنفية والحنابلة على توريث يعني ذوي الأرحام اللي هم الأقارب، ذوي الأرحام طبعا في الآية الكريمة تشمل كل الأقارب عموما يعني، لكن عند الفقهاء مصطلح ذوي الأرحام يقصدون به كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، ليس له نصيب مقدر في الميراث كالنصف أو الربع أو الثلث، وليس وارثا بالتعصيب يعني يأخذ كل مال القريب إذا مات أو ما تبقى بعد أصحاب الفروض. فذو الأرحام يعني أمثالهم، مثالهم مثلا ابن البنت وأبو الأم والعمة والخال والخالة، فهؤلاء ليسوا من الورثة ولكنهم من الأقارب، يعني هم أقارب وليسوا ورثة. فإذا حصل أن مات شخص ولم يترك أحدا من الورثة الذين يعني نص الله سبحانه وتعالى في كتابه على توريثهم، وترك أقاربه هؤلاء الذين هم ليسوا من الورثة، فهنا المالكية والشافعية يقولون المال يذهب لبيت المال وهؤلاء ليسوا من الورثة لا يأخذون شيء، والفريق الآخر يقول هؤلاء إذا لم يوجد ورثة من ذوي الفروض والعصبات فذوي الأرحام يحلون محلهم ويأخذون الميراث لعموم الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأنه إذا وضع في بيت المال فأشركنا فيه جميع المؤمنين أصبح في المصالح العامة للأمة كلها، لكن الأقارب أولى من غيرهم. نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب